موضوعنا الرئيسي اليوم كما شفتوا في العنوان هو أنه العصابة الحاكمة في الجزائر غير قادرة على حماية الحدود الجزائرية برا وبحرا وجوا. هما يستعرفوا باللي الحدود البرية ما هيش محمية، قالوها فهم، قال كاينة حرب علينا من المغرب، راهم يدخلنا في الزطلة كل سمانة، يدخل طن زطلة طن ونص بالقناطر. ايه مادام يدخلوا واضح، قلنا كان موضوع حدود مغلوقة، يعني عندك ترونشي فيه 700 عمق 700 عرض كيفاش يعديو، وحيط اسلاك شائكة منين تعدي هذه القناطير المقنطرة، هذه الاطنان تاع الزطلة منين تعدي؟ اذا الحدود فاشلة. وزيد لما تجي هذه القناطر المقنطرة تاع الزطلة يشروها، دونك في الجزائر كاين سوق كبيرة تاع استهلاك الزطلة. وعلاش الشعب الجزائري يستهلك الزطلة؟ ها وشكون يستهلكها؟ لي جون. ها هما بعد قالك بور لي جون، على طريق الشباب هذا قتلتوه، الشباب هذا عفستوه، الشباب هذا ماشي همشتوه برك، حقرتوه هنتوه. اللي ما قدرش يهرب من البلاد جسدا يهرب مخه، يضرب الزطلة يصدر. دونك شكون المسؤول على الزطلة؟ ماشي اللي جاي بالزطلة من المغرب، وإنما اللي غلق كل أبواب وغلق كل يعني الإمكانيات للشعب الجزائري والشباب الجزائري باش يخمم في المستقبل. ما بقاتش أفق مستقبلية بالنسبة للشعب الجزائري. شكون مسؤول عليها؟ اللي مسؤول عليها النظام الحاكم، النظام اللي يقول لك من 2027 راح نخلقوا 55,000 منصب شغل. 55,000 منصب شغل لمن؟ زوج ملايين شومير هذا اليوم وغدوة شحال يولي، وفي 2027 شحال يولي؟ ماكمش قادرين تسيروا امور البلاد، ماكمش قادرين تسيروا امور. لو فتحوا برك مسجد الجزائر، لو فتحوه اقل شيء اقل شيء عندهم 2000 منصب شغل، اقل شيء ما بين عمال تاع صيانه، ما بين اداريين، ما بين تقنيين، ما بين اقل شيء هذاك المسجد راح يوظف لك 2000 فرد. ما قدروش يحلوه بس ما مش قادرين يسيروه، انهم اقزام، انهم اقزام. الو الحدود البريه صحة دونك راهي باسوار، راهي يدخلوا بالاطنان داكور، والحدود البحرية كيفاش راهم يخرجوا بالالاف؟ اليوم رانا عايشين واحد الشيء رهيب، شهر رمضان المعظم والناس هاربة، واللي هاربين عائلات. وعلاش هاربين؟ حابين يديروا التوريزم. قال لك لانه الجزائريه تطلع الى الخارج كما كل الناس حبي يروح توريس، يعني توريس حراقه تمسخروا برواحنا، شتوك ما عندكمش الحجه، ما كنتش قادرين في السعوديه. هاي ليك صور تقولوش انا هدرو برك. عائلات هذو عائلات، ما خليش الصوت الأغنية تعدي لي أنه كان حقوق تأليف، كان شوفوا مليح عائلات وصلوا هنا لإسبانيا، عائلات حرقوا ولا راهم راكبين راكبين رايح لإسبانيا، حراقة نساء رجال دراري صغار على كل نوع، على كل نوع على كل نوع. شوفوا هذه ما يتكلموش عليها صحافة بودورو والنظام والعصابة، ما يتكلموش عليهم هذوما، هذوما هم جزائريين، هذوما هذوما هم جزائريين، مش ما تكلموش عليهم. هذيك صور أخرى تاع عائلات، شوف مليح بلي هذه عائلات اللي راهي غامر، لا ماشي هذه،
هذا شهر رمضان شوفوا في البحر انا ما احترمت صمليها وعادي كاع يوسع فيك بس اليوم هو اضرب تفاح يا مامي جو كلب حكيم انقطعت الصورة عفوا عادت رجعت اذا كما كنا نشوفوا في نص البحر الوليدات حارقين يفطروا الحق عليهم المغرب هذو صور كما قلت عائلات هذه تاع عائلات اللي حارقين هذيك نساء بنات كبار صغار جاد هاي ما تجيش تقول لي باللي راهو راح يديروا التوريزم وان الشعب الجزائري متطلع الى شوفوا كيف فرحوا لما يوصلوا لاسبانيا الحمد لله الحمد لله لا الناس فرحانين فوالا في هذه البلاد ما بقاش لا مان ساليوتي ولا البابور ولا يفتح له البيبان الشعب الجزائري هكذا يشوف الجزائر ماشي عيب عليكم ماشي عيب عليكم هذه الصور هذه ماشي عيب ما تحشموش بها هذه الصور ما تحشموش نزيد لك لان الشيء راهو في الحدود اسغل حراك في فرنسا هذه من حقهم خويا ونورمال هاديك تلعب معاهم يا تربح يا تجيب هذا هو الراجل ما حنا الرجال خويا الحمد لله ماشي سرقه وخدام ولا اسكو الغربه تستاهل تصالح هادو كاع كيفاش نورمال هادي لا قال كيما يقول لك طيحه ونوض ما حنا الرجال خويا تستاهل مال الغربه تستاهل نورمال حنا في بلادنا كنا في غربه ماشي عايشين خويا نجي لهنا نجي نداوي باطل عندي سيامي عندي كل شيء عندي باس نافيغو الحمد لله دولي دولي رجلي داير بروش الحمد لله نقرا ليك كل ندير ستاج هام ليك بلي بيرو خويا ديون خويا نقرا باس نافيغو انت كانوا عاطيني اوتيل الحمد لله خير من البلاد خويا صح ولي قال لك الغربه ولا تشربه قولوا لي البلاد راهي ولات رايبه الله اكبر ان شاء الله ليسونسيال اللي بغى يجي الغربه غربه مليحه عشان غادي نوصيكم حاجه خوتي جيبوا حرفه معاكم حرفه هي مليحه وغربه مليحه غير الناس يبغوا يكرهوها لكم والعرب تاعنا يكرهوها لكم بون ايكيباج سمعوني بيان بور بليس دافورماسيون للمزيد من المعلومات على روحي في الانستغرام راني تماك اكتيف بزاف كما راكم تشوفونها تحت فوالا اللي يحب اخبار اخرى حسام وهراني عنده بدل عده صور شابين دونك تشوفوا قال له اذا قريك الغربه شربه قالوا البلاد ولا ترايبه هذه هي الجزائر للاسف للاسف انه الشباب الجزائري عندها اللي يشوف الجزائر ما يحشموش هذو بلاد البترول كشمش تو سعودي هارب السعودية رام 40 مليون 35 مليون عدم البترول كيما حنا حنا عندنا البترول والحديد والغاز وين قال لك لا السعودية ما في بزاف لا ما في بزاف كشمش تو سعودي حارق كشمش تو اماراتي حارق كشمش تو كويتي حارق يشوفوا هذوك راهم عايشين سلاطين كي يهبطوا لله يهبطوا سلاطين في اوروبا لانهم ما يسرقوش لانهم حكامهم ما يسرقوش البلد بلادهم هم ملوك وحنايا دايرين عصابات تحكم في الجزائر ما كان لا جمهوريه لا عمار بوزوار
هذاك ملوك يحس بلي البلاد بلاده ارضه يخدمها. وهذا ثاني اللي فسر لك الفرق ما بين الجزائر والمغرب، لانه بلاد عندها ملك عندها مولاها والناس تحرص عليها معها، بينما في الجزائر مش عندك، مش عندك، عندك سراقين، عندك مجرمين، عندك ناس ما يحترموش حتى التاريخ تاع بلاد يديروه كوفون كوميرس. يا ترى شو هذا ماتوا على هذا الصور هذا باش الجزائر توصل لهذه الدرجه؟ رغم هذا ما يحبوش يفهموا العصابه ويروحوا يقيلونها، يروحوا يقيلونها. الى هنا استودعكم الله، كنتم صحاب طوركم. عندي كما قلت لايف على المغاربيه باللغه الفرنسيه، وممكن اذا كملنا بكري نزيدوا فيها نصيب ساعه مع بعض. تقبل الله وصيام الجميع وصحاب طوركم. السلام عليكم ورحمه الله. عشريه واحنا خرجنا بالسلميه.